بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، الشيخ هيكلم النهاردة عن زبدة علم أصول الدين. زبدة علم أصول الدين، علم أصول الدين هو علم العقيدة، وعلم العقيدة أو كلمة العقيدة لغة مأخوذة من العقد، نقيض الحل، عقد ربط، عكسها حل. واصطلاحا الاعتقاد الجازم المطابق للواقع القائم على الدليل. من التعريف اللغوي هنعرف انه من العقائد او من الامور ما ينعقد عليها القلب وهي صحيحة، ومن الامور ما ينعقد عليها القلب وهي باطلة. فلذلك اصحاب العقائد الباطلة بيبذل معهم مجهود كبير في فك عقدة عقائدهم، رغم انه عقيدتهم واضحة البطلان بالنسبة لك. واحد بيعبد نملة، واحد بيعبد فيل، واحد بيعبد الشمس، بيعبد صنم لا يسمع ولا ينفع ولا يضر، ومع ذلك تجد في القرآن نقاش وجدال وأخذ ورد. لماذا؟ لأنه في عقدة لازم نحلها. طيب، التعريف الاصطلاحي هو تعريف للعقيدة الصحيحة. التعريف الاصطلاحي وتعريف العقيدة الصحيحة التي هي اعتقاد جازم، فإذا لم يكن الاعتقاد جازما لا تسمى عقيدة صحيحة. المطابق للواقع القائم على الدليل، فصدق هذه العقيدة قائم على المطابقة للواقع بدليل. ممكن يكون مطابق للواقع لكن أنا ما عنديش الدليل على هذه المطابقة فلا ألزم بها. يعني لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات كثيرة لم نعلمها، فاتصاف الله عز وجل بها مطابق للواقع، لكن لم يقم عندنا دليل على اتصاف الله بهذه الأوصاف، وبالتالي لا نطالب بالإيمان بها. فإذا الاعتقاد الجازم المطابق للواقع القائم على دليل. موضوع علم العقيدة إيه؟ أفكار المكلفين، ضبط العقل، أفكار المكلفين، بحيث كل ما يرد علي من أفكار توضع في هذا الإطار الذي من خلاله سأرى الوجود كله، هذه النظارة التي من خلالها سأحكم على كل الأفكار. ليه؟ لأن علم العقيدة يهتم ببناء النموذج المعرفي للمسلم الذي يجيب فيه المسلم عن من أنا ومن أين جئت وما وظيفتي هنا وإلى أين المصير. يبقى الحد الموضوع. الثمرة من أعظم ثمرات علم العقيدة معرفة ما يجب وما يجوز لله سبحانه وتعالى حق المعرفة، معرفة ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الأنبياء بحيث يصح الاعتقاد في الأنبياء، معرفة الغيبيات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم ثمراته أيضا الانتقال بالإيمان من التقليد إلى الاقتناع. من أعظم ثمراته أيضا القدرة على الدفاع عن العقيدة. إذا الواحد درس يعني مستويات متقدمة في علم الكلام يستطيع أن يدافع عن العقيدة.
وإنه يكون عنده مصفاة يصفي بها الأفكار حين يقرأ الكتب أو الجرائد أو يستمع للبرامج، فيقدر يقول أيوة هذه فكرة حسنة وهذه فكرة تؤول إلى غير حسن أو إلى قبيح، يعطيك موازين الحد والموضوع ثم الثمرة. وفضله، ما فضل علم العقيدة؟ ما قيمته؟ قالوا هو من أشرف العلوم لتعلقه بالله عز وجل. نسبته هذا العلم، علم أصول الدين، من العلوم الشرعية، وهو فيها من علوم المقاصد. الواضع لعلم العقيدة هو الله عز وجل، هو نبينا صلى الله عليه وسلم، لكننا نقصد بالواضع في العادة المدون، والمدون أيضا يكون بحسب ما وصلنا من علم، يعني ربما يكون أول من دون حد لا نعلمه، لم يصل إلينا إنتاجه، لم ينقل أحد أنه كتب كتابا في العقيدة، فبرضه الواضع يكون نسبي بحسب ما وصلنا، بحسب ما وصلنا أو بالنسبة إلى ما وصلنا. فإحنا اللي وصلنا أنه أقدم من دون في علم العقيدة الإمام أبو حنيفة النعمان، له الفقه الأكبر والفقه الأبسط، واشتغل بعلم العقيدة 20 سنة قبل أن يشتغل بالفقه. فالإمام أبو حنيفة اللي صارت له بعد ذلك مدرسة عقدية اسمها المدرسة الماتريدية، ونسبت إلى واحد من تلامذته هو الإمام أبو منصور الماتريدي. الواضع وفضله ونسبته الواضع والاسم. هذا العلم له أسماء كثيرة، فهو علم السنة تمييزا له عن البدعة أو العقائد المبتدعة. في كتاب السنة لابن أبي عاصم، تشتري كتاب عقيد، وهو علم الإيمان، وهو علم أصول الدين، لأنه هو الذي تبنى عليه فروع الدين أو بقية أحكام الدين، وهو علم العقيدة، وهو علم التوحيد، وهو علم الكلام، وهو علم الفقه الأكبر. كل دي أسماء مختلفة لمسمى واحد، هو العلم الذي يهتم بمعرفة الله ورسله والغيبيات أو السمعيات. يبقى إيه الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة الواضع والاسم. الاستمداد، من أين يستمد هذا العلم؟ الاستمداد بيكون بحسب المستوى. فإذا كنا هنتكلم في العقيدة لمسلم بحيث تغرس فيه العقيدة، فالاستمداد لن يكون إلا من الكتاب والسنة. العقيدة هي ما ذكر في الكتاب والسنة. إذا كنا هنتكلم مع واحد عايز يدرس، فإذا الاستمداد هيكون من الكتاب والسنة والعقل، حتى نستدل على العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، وحتى ندفع الشبهة على العقائد الإيمانية برضو بالحجج العقلية. يبقى الاستمداد درسا من الكتاب والسنة، غرسا من الكتاب والسنة، درسا كتاب السنة والعقل. اسم الاستمداد، حكم الشارع، برضو هنفرق بين الدرس والغرس. حكم الشارع غرسا فرض عين، زي التجويد، تجويد العملي فرض عين، يعني لازم كل مسلم يكون بيقرأ القرآن قراءة صحيحة كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كل مسلم في العقيدة برضو كده لازم يكون معتقد العقائد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض عين. لكن في التجويد مش كل مسلم ينبغي أن يبقى عارف أنه دي اسمها غنة ودي اسمها إخفاء، وده مد لازم كلمة مثقل وده مد لازم كلمة مخفف، مش لازم أعرف الاسم، لكن الأداء العمل لازم يكون مظبوط، وإن لم يعرف المعرفة النظرية. نفس الكلام في العقيدة، غرسا لازم يعتقد العقائد الصحيحة، درسا فرض كفاية، فرض كفاية، يبقى عارف كيف نثبت وجود الله، كيف نرد على العلمانيين، كيف نرد على الملحدين، كيف نقنع المتشككين، كل ده فرض كفاية. يعني لازم يكون في ناس متفرغين لهذا في الأمة، وإلا تأثم الأمة جميعا. ده دي حكم الشارع، الاسم الاستمداد حكم الشارع. فاضل إيه تاني؟ المسائل.
الأبواب الكبرى أو المسائل الكبرى في علم العقيدة بتتوزع على 4 أبواب أو 4 مسائل كبرى: الإلهيات، النبوات، السمعيات، الأسماء والأحكام. الإلهيات يدرسون فيها ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله. النبوات يدرسون فيها ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الأنبياء. السمعيات يدرسون فيها ما جاءنا من أخبار غيبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالجنة والنار والبعث والحساب والصراط والجن والملائكة والسحر والحسد وكل هذه الأمور الغيبية التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بوجودها، ولولا إخباره ما علمناها مع إمكانها العقلي، مع كونها في ذاتها من الممكنات العقلية، لكننا رجحنا وجودها بناء على الثبوت الخبري. الأسماء والأحكام يدرسون فيه الأسماء وأحكام هذه الأسماء، فإحنا بندرس اسم الإيمان، من هو المؤمن وما حكم المؤمن في الدنيا والآخرة، الكافر متى يصير الشخص كافرا وما حكمه في الدنيا والآخرة، ثم مرتكب الكبيرة هل هو مؤمن ولا كافر ولا في منزلة بين المنزلتين، هتلاقي فيه أفكار وأراء في هذا. فتدرس الأسماء وأحكام الإيمان، الكفر، الفسق، النفاق، وأحكام كل اسم من هذه الأسماء في الدنيا والآخرة. دي أبواب علم العقيدة باختصار. نروح بقى لسيدنا الشيخ الشعراني ونشوف ماذا ذكر في خلاصة وزبدة علم أصول الدين. قال: وأما زبدة علم أصول الدين فيرجع إلى معرفة الله وصفاته وأسمائه، عشان كده من أسماء علم أصول الدين علم التوحيد، إنه لا يصح الإيمان بالنبي إلا بالإيمان بالله، لا يصح الإيمان باليوم الآخر إلا بالإيمان بالله، لا يصح الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بالله. إن ما هو القدر؟ فعل الله. النبي من هو؟ بشر أرسله الله، وهكذا. فإذا كله مبني على معرفة الله سبحانه، وهذه زبدته ومقصده الأعلى، أن تعرف الله عز وجل. والإيمان بجميع ما جاءت به الكتب السماوية والأحاديث النبوية من أخبار البرزخ والمعاد. البرزخ إيه البرزخ؟ حياة القبر، الحياة التي بين، التي هي برزخ وسط بين الدنيا والآخرة. البرزخ يعني الوسط، فهي حياة وسط بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، هي حياة القبر. من أخبار البرزخ والمعاد ومواقف القيامة وغير ذلك من الأمور المغيبة عنا. الأمور المغيبة دي اللي احنا سميناها من شوية الإيه؟ السمعيات. وهذا كله مقرر عند كل مسلم مخالص لأهل الإسلام، يعني كل مسلم بيتولد في بيئة إسلامية الحاجات دي بتبقى عنده إيه؟ موجودة ولو بإجمال. فيبقى إجمالا عارف أن الله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص. إجمالا عارف أن الأنبياء ينسب لهم كل كمال بشري منزهون عن كل نقص. إجمالا عارفين أن كل اللي في القرآن صح حق يجب اعتقاده وإن لم يعرف تفاصيله. قال: وهذا كله مقرر عند كل مسلم مخالص لأهل الإسلام، ولو لم يفصحه عن التعبير عن ذلك على طريقة المتكلمين. لذلك احنا بنحكم بإيمان العوام. الفرق بينهم وبين المثقفين المتعلمين ايه؟ ان المعلم المتعلم المثقف ده يستطيع ان يعبر عن نفسه ويزوق كلامه ويرتبه. العامي ربما يكون في قلبه ايمان اعظم من ايمان المتعلمين لكنه لا يستطيع التعبير عنه. ومعظم ما فيه باب معرفة الله تعالى، هتلاحظوا حضراتكم انه اكتر باب بياخد مننا مجهود باب الإلهية وما يجب وما يجوز ومستحيل في حق الله تعالى. لما ندخل في النبوات والسمعيات تحس ان الدنيا خفت بعد ما كانت الدنيا الى قواعد دي كلها وايه الدنيا كده، فتبص الدنيا ايه بقت لطيفة، الجو ايه الجو بقى لطيف. فمعظم ما فيه، معظم الباب الدراسة اللي فيه باب الايه الإلهية، لانه اذا ثبت هذا الباب برضو ليه هو اعظم ما فيه، اذا ثبت هذا الباب وتقرر ما بعده سهل هيبنى عليه. ودايما كده القواعد بتاخد مجهود اكتر مما بعدها. اذ هو بحر لا يدرك له قرار،
ومن تحقق بها غرق إلى الأبد. طبعا هنا إيه المراد هنا؟ معرفة الله على الطريقة الصوفية مش على طريقة المتكلمين. إن معرفة الله على طريقة المتكلمين حجج عقلية برهانية بيقتنع بها الشخص، ربما توصله هذه الحجج لمحبة الله وتدفعه للعبادة، وربما لا تدفعه، تبقى مجرد صنعة. هو حافظ الحجج، عارفها، بيناظر بها. يعني هو كأن الشيخ عايز يشير إلى وجوب أن يقودك علم الكلام أو علم التوحيد إلى التحقق بالتوحيد. إذ هو بحر لا يدرك له قرار، ومن تحقق بها غرق إلى الأبد. ولا يخاف عليه، يخاف ولا يخاف، ولا يخاف عليه سلب بعد ذلك. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا يخاف عليه سلب، يعني سلب الإيمان، لأن من هو الذي يسلب الإيمان سواء في الدنيا أو عند الموت؟ المتشكك، الضعيف، الذي يعبد الله على حرف. لكن المتحقق الراسخ في إيمانه علما وعملا ويقينا، ده خلاص لا يزول منه، تحقق بالإيمان. ولا يعرف الحق تعالى المعرفة الثابتة التي، ولا يعرف الحق تعالى المعرفة الثابتة التي لا تزلزلها الأدلة بالعقل أبدا. يعني معرفة الله الحقة لا تكون بالعقل وحده، وإنما العقل ده مفتاح، هيفتح لي باب. بعد ما بيفتح الباب إيه اللي بيحصل؟ بحطه في جيبي. فهو العقل سيوصلني إلى ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله. ده كفاية؟ لا، لازم فتحت الباب، ادخل بقى، ادخل تحقق بمعاني التوحيد. بعد ما بقيت عارف الحمد لله إنه لا إله إلا الله بأدلة العقل والنقل، يلا عيش بقى معنى لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فترى الله سبحانه وتعالى كما كان السلف الصالح في كل شيء. طيب إذن إيه؟ العقل وحده الوقوف عند حدوده بس مش هيوصلك، إنما يعرف بتعريفه هو لمن اختاره. يعني الأمر فيه كمان توفيق، يعني أنت بعد ما تفتح الباب مش هتلاقي نفسك دخلت تلقائيا، ولكن الله عز وجل هو الذي إيه؟ يصطفيك لمعرفته، المعرفة التامة اللي هي على طريقة إيه؟ على طريقة المتصوفة رضي الله عنهم. بتعريفه هو لمن اختاره، فيعرف الله بالله. ده المعاني، من معاني اسم الله العزيز، من معاني اسم الله إيه؟ العزيز، أن الله عز وجل هو الذي يصطفي من يشاء لما يشاء، لا يدخل على حضرة الله أحد إلا بالله، لا يتقرب أحد إلى الله إلا بالله. يعني أنت ما صرتش مسلم إلا لأن الله أرادك أن تكون مسلم، ما صرتش طائع إلا لأن الله أرادك أن تكون طائع، ما حضرتش درس العلم ووفقت لفعل الخير إلا لأن الله أراد لك ذلك، ما تفكرش إنها شطرة منك. هو دعاك فأنت لبيت فقط. فإيه؟ فمن معاني اسم الله العزيز. فإيه؟ فيعرف الله بالله. وعلى هذا فقس بقى بقية الإيه؟ بقية لذلك اللجوء إلى الله أمر مهم جدا، في أن يعرفك الله سبحانه وتعالى وأن يقربك الله سبحانه وتعالى إليه. وأما صاحب العقل فهو دائما في حيرة، اتفاق بالعقل وحده يبقي صاحبه في الحيرة. لذلك لازم دائما مع لدارس علم الكلام لازم معاه تزكية وتصوف، وإلا هيتوه في مقالات الفلاسفة. وأما صاحب العقل فهو دائما في حيرة، ولذلك ورد في حق أصحاب العقول: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. أصحاب العقول دول عاملين زي الواحد اللي عنده أوفر ثينكينج، دماغه بتفكر لوحدها، يعني هي شغالة على طول. طب فده نعمل معاه إيه طيب؟ هنقول لها بس إيه، زي كده حاجة ماشية بذنبالك، هي كده كده ماشية، أنت هتروح عاملها كده، هتمشي بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحاب العقول يقول لهم إيه؟ أنتوا كده كده هتفكروا، فتفكروا في إيه؟
في خلق الله، في آلاء الله، ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. ده طريق مسدودة، تمشي قبلك حيط، مش هتقعد تعمل كده، عارفين انتوا الألعاب دي، تبقى ايه تتحرك في الايه، تتحرك في المكان لحد ما تلاقيك ايه وفضلت واقف، لكن كده هتفضل ماشي، هتسلك طريقك. فكل من خاض بالعقل والفكر فيها فهو عاصم، ولا يحصل بعد ذلك على طائل، فإنه إن نزه مطلقا أخطأ، وإن شبه مطلقا أخطأ، مع أنه ليس لنا تنزيه بغير تشبيه، ولأنه ورد في الشرع ولم يوجد في العقل، فلا سبيل لمخلوق التحقق به إلا برد العلم فيه إلى الله عز وجل. الصوفية موقفهم من آيات وأحاديث الصفات اللي شعراني منهم التفويض، الإيمان بهذه الآيات على طريقة السلف، الإيمان بهذه الآيات كما وردت، إحنا آمنا أن الله حق وما عندنا الشبهة بده، وإن الرسول حق وإن ما جاءنا به حق، فهو قال يد الله فوق أيديهم، يبقى يد الله فوق أيديهم، إزاي ما نعرفش، بس هو ده حق وانتهينا على كده. فهذا ما يقصده الشيخ بمعنى إيه؟ بمعنى التشبيه، هو لا يدعو لاعتقاد التشبيه، ولكن يدعو للإيمان بالآيات التي توهم التشبيه دون اعتقاد التشبيه، كما يدعو الإيمان بآيات التنزيه دون أن يكون تنزيه يؤدي إلى تعطيل. هو كده المعتزلة طلبوا شدة التنزيه فعطلوا الله عن الصفات، إنك كده كده الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات يوصف بها البشر، لكن حقيقة هذه الصفات في ذات المولى سبحانه وتعالى تختلف عن حقيقتها في البشر. أنت موصوف بالعلم، الله موصوف بالعلم، فده قدر من الاشتراك اللفظي زي ما بيقول العلماء، لكن الحقيقة مختلفة تماما. فلذلك الشيخ قال لا بد من التنزيه والتشبيه، يعني في الظاهر فيما يبدو في الظاهر، يعني إقرار وإمرار هذه النصوص كما هي. هتقول لي ده اسمه تشبيه، هقول لك أنا مؤمن بها دون تشبيه. هتقول لي ليس كمثله شيء بس ده تنزيه معطل، أقول لك أنا مؤمن بها كما هي دون خوض. فلذلك قال ولأنه ورد في الشرع ولم يوجد في العقل، مع أنه ليس لنا تنزيه بغير تشبيه، ولأنه ورد في الشرع ولم يوجد في العقل، فلا سبيل للمخلوق إلى التحقق به إلا برد العلم فيه إلى الله عز وجل. فغاية النظر العقلي في تنزيه الحق مثلا عن الاستواء على العرش أنه انتقل عن الاستواء الجسماني على العرش المكاني بالتنزيه عنه إلى التشبيه بالاستواء السلطاني الحادث، وهو الاستيلاء على المكان الإحاطي الأعظم أو على الملك، فما زال هذا المنزه في تنزيهه عن التشبيه. يعني هو كأنه عايز يقول إن أنت طبيعة تكوينك العقلي ستجعلك دائما في نسبة تشبيه حتى لو أولت. يعني أنت هتقول الرحمن على العرش استوى، هتأولها بمعنى الاستيلاء أو بمعنى تمام الخلق، مش كده؟ فأنت انتقلت من استواء بمعنى قعود، تشبيه استواء بمعنى قعود وهذا تشبيه صريح، إلى نوع آخر من التشبيه، وهو إيه؟ إنه شبهت سلطان الله سبحانه وتعالى وتحكمه في ملكه باستيلاء سلطاني أنت رأيته في الدنيا. لما نفيت عن الله المكان وقلت الله منزه عن المكان، جعلته في مكان أكبر دون أن تدري. فلذلك هو بيقول لك إيه؟ هو الشيخ طبعا لا يدعو زي ما قلنا لحضراتكم، لا يدعو لتشبيه، ولكن يدعو لماذا؟ لاعتقاد هذه الآيات كما هي مع نفي مشابهة الله لخلقه. وبيقول إن العقل البشري بطبيعته سيظل فيه عقدة التشبيه، لأنه هيجيب منين؟ هو هيجيب منين؟ هو محدود زي الأرنب بالضبط، اللي لو سألته عن أمنياته في الحياة يقول لك بيت مليان جزر. هو ده حدوده في المعرفة،
زي الإنسان الفقير لما تقول له أنت عايز فلوس قد إيه؟ يقول لك أنا عايز فلوس كتير، يعني 1000 جنيه مثلا، ده آخر رقم عندكم؟ في حاجات كتير أكتر من 1000 جنيه، فهو حدوده كده. فأنت كبني آدم لك حدود، مهما حاولت التنزيه، ده كلام الشيخ وهو كلام دقيق جدا، مهما حاولت التنزيه فسيظل أنت إيه؟ مقيد بقيد البشرية. فهو كأنه الشيخ عايز يقول في النهاية المؤولة والمفوضة أو والمشبهة، الاثنين عندهم قدر من التشبيه، لكن الناس عندهم تشبيه واضح وصريح، وناس عندهم تشبيه خفي بعيد. فلذلك هو عايز يقول إن الأسلم للإنسان أنه يعمل إيه؟ يفوض، طالما عنده العقائد ثابتة واضحة لا شبهة فيها عنده. واضح ده يا جماعة؟ وغايته أن ننتقل عن التشبيه بمحدث إلى التشبيه بمحدث آخر فوقه في الرتبة. يعني أنت كأنك إيه؟ اتقدمت بالناس خطوة بس، بدل ما كان صاحبنا عايز يشبه تشبيه صريح، أنت أخذته إلى خطوة أعمق بحيث يظن فيها أنه نزه وما خرج عن التشبيه. واضح؟ فما بلغ العقل في التنزيه مبلغ الشرع في قوله تعالى ليس كمثله شيء. فلذلك المسلم ماذا يفعل؟ يقول ليس كمثله شيء، كل ما يخطر في باله حاجة ليس كمثله شيء، خلاص على كده. هتيجي تقرأ يد الله فوق أيديهم ترد على نفسك في نفس اللحظة وتقول ليس كمثله شيء. ألا تراهم استشهدوا في التنزيه العقلي عن الاستواء بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق، وأين استواء بشر على العراق من استواء الحق تعالى فتأمل. طبعا العلماء اللي بيأولوا الاستواء بمعنى الاستيلاء والغلبة بيستشهدوا بهذا البيت باعتبار أن كلمة الاستواء كلمة عربية ينبغي أن تفهم وفق لسان العرب. طيب لسان العرب فيه الاستواء بمعنى القعود، والقعود فيه معنى الاحتياج، فهذا منفي عن الله، لا نقول أن الله يقعد. طيب ندور في لسان العرب فنلاقي أن فيه استواء بمعنى التمام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني أتم خلقها. ونلاقي فيه استواء بمعنى الهيمنة والسلطان، قد استوى بشر على العراق، يعني تم ملكه على العراق. تمام كده؟ فقال لك المعنى اللي هو ظاهر التشبيه القعود ده، ده منفي عن الله واضح جدا. فإذا ينبغي أن يفهم القرآن أنه نزل بلسان عربي مبين وفق لسان العرب. فإذا يكون معنى الاستوى ماذا؟ التمام، أو يكون معناه الهيمنة والسلطان. الهيمنة والسلطان لا شك إن فيها تنزيه عن مشابهة الحوادث، لكن الشيخ هنا عايز يقول لك إيه؟ أنت جبت برضو معنى الهيمنة والسلطان من عالمك، من عالمك الإنساني، فأنت تظن أنك خرجت من التشبيه لكنك ذهبت إلى تشبيه إيه؟ تشبيه أعمق أغمض. بس ده كل الحكاية. لذلك هو عايز يقول إيه في الآخر؟ يعني عايز يقول لك الأسلم أن تسلم للنص، ما تاخدش فيه. وعلماءنا قالوا ذلك، قالوا ذلك، قالوا إنه التأويل وتعليم علم الكلام وغيرها من الأمور ده كالدواء، والإنسان ما بياخدش دواء طول الوقت، لا يأخذ الدواء إلا إذا كان مريضا. واحد يجي يقول لك القرآن فيه تشبيه، فأنا لما أجمع الآيات دي كده على بعضها، الاستواء واليد والعين والجنب والساق والكذا وكذا، أنا كده معناها ربنا ده واحد قاعد في السماء. يعني إيه؟ كأن الإسلام جه بدل ما الصنم موجود على الأرض بقى واحد في السماء. فإذا جالك واحد يقول لك كده، لا، القرآن نزل بلسان عربي، وهذه الأمور ينبغي أن تفهم بطريقة لائقة بجلال الله. زي إيه يا شيخ؟ زي كذا وزي كذا وزي كذا وزي كذا. عشان كده أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله ألف الجامع العوام عن علم الكلام، واعتبر أن علم الكلام دواء. بعد بقى ما الواحد ياخد الدواء وجسمه يصبح في مناعة طبيعية ويرجع للثقة في القرآن ويفهم من خلال التأويل معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء، هياخد بقى فترة نقاهة، ثم يرجع الجسم إلى طبيعته، فنقول مسلم، نسلم بالنصوص، أقر بالنصوص،
اشكلت عليك؟ امرها ولا تفكر فيها. هو خلاص بعد التسليم صار قابل، لانه ايه؟ لانه مش هتمثل عنده مشكله كبيره. بنقول له ايه؟ دي خلاص خليها شويه، مش تفهمها دلوقتي، هو قابل لهذا. لكن قبل الاسلام يقول لك لا، ازاي ما فهمهاش؟ لازم افهمها. نروح تعالى نفهمها، تعالى نفهمها ونؤكد، واحنا بنفهمها على انه ايه؟ ليس كمثله شيء، بحيث يقتنع انه لها مخرج عقلي صحيح لا يتعارض مع العقل السليم. لكن هل هذه هي الصورة المثلى الكاملة؟ لا، ليست هذه هي الصورة المثلى الكاملة، لكن ده دواء، والدواء لا يأخذه إلا مريض. طب إذا صح المريض وأخذ الدواء يمرض، مش كده ولا إيه؟ واحد بياخد دواء صحة من غير ما يحتاجه، واحد بياخد دواء ضغط من غير ما يحتاجه، واحد بياخد أنسولين وهو ما عندوش سكر يمرض. فإذا إيه؟ هذا هو الأمر. ولو قيل الخائض في ذلك من أصحاب العقول: كيف تدبر نفسك لبدنك، أو كيف تدبير، النفس هنا مراد بها الإيه؟ الروح. تمام؟ يعني هو الشيخ عايز يقول أنت حضرتك، ده الكلام اللي هيجي بقى، أنت حضرتك بتتكلم في حقيقة الذات الإلهية وحقيقة الصفات الإلهية، وأنت مش عارف نفسك، نفسك التي بين جنبيك أنت تجهلها، أنت مش عارف يعني إيه وعي، يعني إيه إدراك، يعني إيه الواحد ببصره بيتصل بالعالم فيحدث له صورة في داخله فيعي هذه الصورة، كل دي مجهولات، لا تعلم كيف تحدث في نفسك، وأنت تجهل نفسك عايز تعرف ربك. هذا اللي هيقول الشيخ. فلذلك يقول: وقيل الخائض في ذلك من أصحاب العقول: كيف تدبير نفسك لبدنك، وهي داخلة فيه أو خارجة عنه، أو لا داخلة ولا خارجة، وهل الزائد هو الذي يتحرك به هذا الجسم الحيواني ويبصر ويسمع ويتفكر، وإلى ماذا يرجع؟ هل يرجع لواحد أو كثيرين؟ وهل يرجع إلى عرض أو إلى جسم؟ وتطالب هذا الخائض بالأدلة العقلية في ذلك، فضلا عن الأدلة الشرعية ما وجد لذلك دليلا عقليا أبدا. وما عرف بالعقل، وما عرف بالعقل أن الأرواح بقاء ووجودا بعد الموت أبدا، لو بالعقل المحض، يعني لو بالعقل المحض ما عرفنا شيئا عن أنفسنا. أنت ما تعرفش أنت عبارة عن إيه، ما تعرفش. طب جاي أنا جاي منين؟ روحي الوعي اللي عندي جاي منين؟ عارف. طب بعد ما الجسد يفنى روحي دي أو نفسي هتروح فين؟ عارف. عرفنا ذلك كله بماذا؟ عرفنا ذلك كله بالشرع. ولو قيل لمن يدعي معرفة الله تعالى بعقله ويدعو الناس إلى الله تعالى في وهمه: لماذا تدعو الناس إليه؟ والمحدث إذا قلنا بالقديم لم يبق له أثر، فكيف يتصور ممن هو العدم أن يدعو إلى الله ولا نسبة بينه وبينه بل لا وجود؟ فإن قال: إنما أدعوهم إلى الله لقربي أنا منه دونهم، قلنا له: هذا تحديد للحق تعالى وهو لا يحد. يعني هو هيدعي انه اكمل الخلق معرفة بالله بهذا الطريق الكلامي الذي سلكه، تمام كده؟ فكأنه وضع الله سبحانه وتعالى في قالب هو الذي حدده، هذا تحديد للحق تعالى وهو لا يحد. وإن قال: إنما أدعو الخلق لأقربهم من طرق، لأقربهم من طرق سعادتهم، قلنا له: سعادتهم لم تزل قائمة بهم وما برحت معهم في حال طلبك منهم القربة إليها، فإن لم تعلم ذلك فقد جهلت، والجاهل لا يصلح له أن يكون داعيا إلى الله تعالى، وإن عقلت ذلك فما صدقت فلا قربة إذن، فما صدقت في قولك أنك تريد أن تقربهم، فأنت إذن ماذا؟ غير مقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما تدعي. وإن قال: إنما طلبنا تقريبهم إلى معرفتهم ذواتهم، طلبنا بتعليمهم العلوم العقلية هذه أن نعرفهم بذواتهم، قلنا له: الشيء لا يجهل ذاته ولو عجز عن التعبير عن ذلك. يعني كل واحد عارف نفسه، لكنه ربما يعجز عن التعبير عن نفسه أو عن بعض ما يجد. وإن قال: إنما طلبنا تقريبهم من معرفة الله تعالى، قلنا له: كيف تعرف من ليس كمثله شيء؟ ولو قيل لمن يدعي التوحيد من أرباب العقول: في ماذا وجدته أو في ماذا وحدته؟ وما الذي اقتضى لك توحيده؟ فإن قال: وحدته في المظاهر،
في مظاهر الكون هذه، قال أنا وجدت خلفها وحدة، نظام يجمعها جميعا، فاعتقدت بناء على ذلك أن الله سبحانه وتعالى واحد. قلنا له فأنت القائل بالحلول، فأنت القائل بالحلول غير موحد، لأنك أثبتت أمرين حال ومحلول، فأنت كده غير موحد، لأن في حاجتين كده مش حاجة واحدة. طبعا كل ده جدال، يعني الشيخ لا يدعو إلى الحلول، خد بالك، الشيخ يريد دي حجة بيسموها حجة إقناعية أو حجة جدالية، هدفها فقط إفحام الخصم وتبيان أنه طريقه ليس هو الطريق القويم، غير الحجج البرهانية التي يورد فيها الخصم الحجج التي يراد بها الانتصار للحق أو بيان الحق أو بيان الأمر على ما هو عليه. فإن قال إنما وحدته في الذات والصفات والأفعال، قلنا له العقول لا تبلغ إلى ذلك، والخبر عنه يجيء من عند الله تعالى، فما وحدته، العقول لا تبلغ لهذا التوحيد الذي تدعو إليه، وإنما التوحيد يكون بما بلغ الله سبحانه وتعالى عن نفسه. وإن قال وحدته في الألوهية بما تحمله من الصفات الفعلية والذاتية من كونها عينا واحدا مختلفة النسب، قلنا له أنت ما وحدته سواء وحدته بعقلك أو بتوحيده أو كيفما كان، فما وحدته لأن وحدانية الحق تعالى ما هي بتوحيد موحد لا بعقلك ولا بالحق، فإن توحيدك الحق به هو توحيده لا توحيدك، وأما توحيدك بعقلك فكيف تحكم على الحق تعالى بأمر خلقه ونصبه. عايز يقول إنه أنت لا توحد الله إلا بالله، فأنت لن تعرف الله إلا بالله، فإنت عايز تبقى موحد ما تحطش لنفسك مقادير ومكاييل معينة، اطلب من الله أن يعلمك توحيده، وأول طريق لذلك أن تقرأ آيات القرآن وتسلم بها كما هي، ثم يفتح الله عليك بعد ذلك بالمعنى الذي أراد لهذه الآيات. فقد علمت من هذا الذي ذكرناه خطأ هذه الطوائف كلهم، هذه الطوائف كلهم، وذلك لأن خوضهم إنما هو بعقولهم، وهي كلها تابعة للمزاج وأمزجة الناس مختلفة، فلذلك وقع الاختلاف بينهم في حقيقة الله تعالى، وليتهم إذ لم يسلكوا طريق أهل الله عز وجل أمسكوا عن الخوض في ذلك وسلموا. يعني كأن الطريق عند سيدنا أبو هاشم الشعراني حاجتين، إما إنك تسلك طريق أهل الله فالله يعلمك تسلم بالقرآن كما هو، وتجتهد في الذكر وفي العبادة حتى يفتح الله عليك بالمعاني الصحيحة لهذه الآيات، أو إنك تمسك عن الخوض فيها. الطريق الآخر الذي سلكه المتكلمون هذا طريق لا يرضاه المتصوفة. طيب هذا طريق لا يرضاه من؟ المتصوفة، لكن رضيه غيرهم، رضيه علماء الإسلام من المتكلمين والفقهاء وغيرهم، لأنه لن تقوم قائمة للدين ولا حراسة الدين إلا بهذا. فأيضا يعني الشيخ بيتكلم من مرتبة معينة، من منظور معين، حتى لا تفهموا، لأن أنتوا حضراتكم أنتوا نفسكم بتدرسوا معنا عقيدة، فأنتوا ما تقولوش الشيخ بيقول الحاجة وعكسها، فاعرفوا مراتب الكلام إيه. إذ لم يسلكوا طريق أهل الله عز وجل أمسكوا عن الخوض في ذلك وسلموا وآملوا بما ورد عن علم الله عز وجل. وقد سلكنا بإخواننا المسلمين طريقة سهلة واضحة مختصرة خلاف ما قاله المتكلمون، تقرر عقائدهم وتصححها، وهي أن الحق سبحانه وتعالى، شوف هنا كأنه هيختصر للناس لعموم المسلمين في العقائد، فيقول هي أن الحق سبحانه وتعالى لما كان واسعا ويعجز خلقه عن الإحاطة به، تعرف إلى كل موجود منهم بوجه خاص لا يشاركه في ذلك الوجه أحد غيره، وبذلك الوجه عرف كل شيء ربه وخالقه ورازقه ومحيه وميته. يعني هتلاقي مثلا الإنسان الجميل الأمور العقلية يعجب في القرآن بما فيه من دعوة إلى النظر والتفكر والبحث والأدلة العقلية القرآنية، فالله عز وجل تعرف على هذا العبد من هذا الوجه. الإنسان اللي هو عنده الإيموشن عالي والأحاسيس والمشاعر والحاجات دي كلها، هتلاقيه
حابب في كلام الله وفي كلام رسوله الأمور الروحانية والقلبية وكذا إلى آخره، فتعرف الله عز وجل عليه من هذا الوجه. طبعا دول مثالين، المراتب والوجوه والطرق التي يتعرف الله عز وجل بها إلى خلقه متعددة بعدد البشر، فهتلاقي الناس مزيج لا نهاية له من الطرق، فلذلك يتعرف الله عز وجل على كل واحد من خلقه بطريقة لا يتعرف بها عليه غيره. فأنت لما تيجي تقول للناس الله هو كذا على التحديد، فأنت كأنك أغلقت على الناس ماذا؟ أغلقت على الناس الطرق. طيب إذا قلت للناس يا جماعة أنا عرفت أن الله جميل، يعني الله عز وجل مثلا تعرف عليك من خلال جماله وصفاته الجمالية، وبعدين أنت صرت تقول للناس الله جميل الله جميل ولا شيء غير ذلك، إذا أنت كده ماذا فعلت؟ ضيقت واسعا وجعلت الناس يشكون في الدين. هتيجي صفات الجلال في الكتاب لك إذا إزاي دي في حاجة زي كده. ما هو لما انتشر هذا الخطاب أيضا بين بعض الدعاء أن الإسلام هو دين المحبة ودين السلام ودين التسامح وده حق لا شيء فيه، صار المسلمين يستغربوا من آيات الجهاد، صار المسلمين يستغربوا من شدة النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين في بعض المواقف، صار المسلمين يستغربوا من وجود حد للزنا والقصف في القرآن، لأنه لم تبلغهم الحقائق كاملة. فنفس الشيء بيحصل أحيانا في العقائد، إنك تقرر عند الناس أن هذا هو الطريق فقط. واضح يا جماعة؟ فلذلك الأمور الظنية ينبغي أن تظل ظنية لا تتحول إلى قطعية. لذلك قبل أهل السنة والجماعة الخلاف في بعض أمور الاعتقاد، قبل الخلاف. إيه المتفق عليه؟ أركان الإيمان، التنزيه ونفي التشبيه واعتقاد كمال الله. التفاصيل هتلاقي في بعض فروع العقائد الاختلاف، فتظل ظنية. الظن يظل ظنيا والقطعي يظل ماذا؟ يظل قطعيا، لكنه يعجز عن التعبير عن صورة ذلك الوجه إذا سئل كيف عرفت ربك، لأن ذلك من علوم الأذواق، والأذواق لا تضبطها عبارة، فما أحاط به أحد من كل وجه ولا جهله أحد من كل وجه. يعني بعض الناس عرفوا بعض أسماء الله وصفاته فتعرفوا على الله من خلال هذه الأسماء والصفات، وبعض الناس عرفوا الله وعاملوه من خلال أسماء وصفات أخرى، وثالث وفرقة ثالثة تعرفت إلى الله من خلال أسماء وصفات أخرى وهكذا. فكل واحد عرف الله من وجه، عرف الله من وجه، فما أحاط به أحد من كل وجه ولا جهله أحد من كل وجه. وعلى هذا ينزل كلام من قال إن الله تعالى لا يعرف على وجه الإحاطة. يعني الله لا يعرف على وجه الإحاطة، يعني لا يحاط به سبحانه وتعالى، لأنه أوسع من أن يحاط به، صفاته جماله جلاله أحكامه أقداره أفعاله لا يحيط بها مخلوق ولا يحيطون به علما. فلذلك كل واحد بيأخذ من صفات الله من أسماء الله من فهم أفعال الله من فهم كلام الله ما يليق بحاله، فيبقى عرف الله من وجه وغابت عنه وجوه. حتى الأنبياء بالمناسبة، حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم خلق الله، قالوا هل يستوي علم نبينا صلى الله عليه وسلم بالله مع علم الله عن نفسه؟ أبدا، ولا يحيطون به علما، الله لا يحاط به، الله أعظم منهم. طيب، وعلى هذا ينزل كلام من قال إن الله تعالى لا يعرف على وجه الإحاطة، ومن قال إنه يعرف على الوجه الخاص بكل مخلوق، لأن وجوه هذه التعرفات على عدد الخلق، وكل من وضع شيئا في فروع العقائد فإنما هو شيء فهمه هو لا يتعداه إلى غيره. يعني المعتزلة مثلا على سبيل المثال عرفوا الله سبحانه وتعالى من طريق العقل، أهل السنة أيضا المتكلمين وغير عرفوا الله من طريق العقل، لكن أهل السنة كانوا أضبط. المشكلة تيجي فين؟ لما تحول الأمور الظنية إلى قطعية، تعتقد أن اجتهادك في فهم كلام الله وفي الجمع بين النصوص هو الذي ينبغي أن يعتقده كل الناس، وكل من وضع شيئا في فروع فإنما هو شيء فهمه هو لا يتعداه لغيره ولا تعداه، ولو تعداه فذلك الذي تعدى إليه مثله لا عينه.
يعني ولو تعداه فذلك الذي تعدى إليه مثله لا عينه. يعني اللي هيجي بعد كده ويقول بمقولتك لن يقول بالمقولة كما أردتها أنت، لأنه سيظل في جزء ذوقي، فيقول بحاجة شبه اللي أنت قلت. الشيخ هنا بيأكد على فكرة إيه؟ فكرة أنه كل واحد فينا له طريق إلى الله خاص به هو، لا يشاركه فيه أحد. فمن تحقق بهذا الذي سلكناه وآمن به استراح من النظر في مقالات أهل الكلام من الفلاسفة والمتصوفة وغيرهم ممن لا طائل تحته، مما لا طائل تحته، وأقبل على ما كلفه الله تعالى به من في هذه الدار. ليه هنا المتصوفة؟ إن بعض المتصوفة تكلموا في علوم التوحيد برضو، تكلموا في علوم التوحيد، فهو عايز يقول لك استريح. عشان كده تلاقوا أرباب الطرق والمشايخ ومشايخ الطرق الفاهمين منهم يقولوا لمريديهم لا تقرأوا في هذه الكتب، لا تقرأوا في كتب مثلا ابن عربي وغيره وغيره، لأن هذه أذواق، انتوا اعملوا ما عملوا تذوقون ما ذاقوا، لأن العقائد لا تدرس. هتقعد تحفظ الكلام اللي قاله؟ ده طريقه هو. فلذلك ينهون عن النظر فيه، فضلا عن أنك ربما لا تفهم مرادهم فتحكم عليهم بالكفر والزندقة كما هو حادث. وغيرهم مما لا طائل تحته، وأقبل على ما كلفه الله تعالى به في هذه الدار. إيه اللي بقى اللي كلفنا ربنا به؟ يقبل على الله في كل شؤوننا، في كل شؤوننا، مش العبادة بالمعنى الضيق، لكن العبادة بالمعنى الواسع الذي يشمل كل حياتك. فإن إمعان النظر في تحقيق ذات السيد سوء أدب. يعني تتخيل كده شغال مع واحد أو عند واحد وعايز تعرف حجم خصره مثلا قد إيه، وعايز تعرف مقاس بنطلونه قد ايه، وعايز تعرف مقاس نظارته قد ايه، وعايز تعرف مش عارف ايه نوع القماش اللي بيلبسه قد ايه، وعايز تعرف عايز تعرف. فهو قال هنا ايه؟ سوء ادب. المتصوفه شايفين كده الحديث عن الله بالطريقه التي تتحدث فيها المتكلمين، وده حاصل يا جماعه، يعني الكلام ده برضو له صدى في الواقع حقيقي. الامعان في دراسه علم الكلام دون تقوى بتجعل المتكلم او تجعل العالم في علم الكلام او اللي بيدرس علم الكلام كانه ربنا ده حاجة آلة بحثية، حاجة بنحطها تحت الميكروسكوب. فتبقى أنت حضرتك قاعد عملت في الدرس يجب لله ولا يجب على الله، كأن أنت اللي بتقول. فكأنك وضعت الله سبحانه وتعالى يكون موضوعا للبحث. كأنه سبحانه وتعالى عن ذلك أداة للبحث. فلذلك الكلام في هذه الأمور خطير جدا. ينبغي أن يكون من قلب تقي، قلب خائف من الله، ربما ينسب لله ما لا يليق. فربنا يقول لك فكيف تنسب لي ما لم أذن لك به، فأنت اسكت أحسن. ده طريق المتصوف. لذلك يعني وهو طريق السلف الصالح بالمناسبة، يعني طريق السلف الصالح والمتكلمين معذورون، خذوا بالكم. يعني الإمام الشعراني نفسه، الإمام الشعراني نفسه في كتبه يقول إنه لما حدثت البدع ظهرت طائفة المتكلمين، ولولا ذلك ما احتاج أحد إلى هذا، لأنه هو الكلام الدفاع عن الدين بنصوص الكتاب والسنة. وهو دليل على الشك في الله، نسأل الله تعالى العافية. دليل على الشك في الله برضو فيها حاجة لطيفة. سيدة امرأة عجوز قيل لها إن فلان عالم كبير أتى بألف دليل على وجود الله، قالت لو لم يشك ألف شك ما أتى بألف دليل، لو لم يشك ألف شك ما أتى بألف بل في دليل. طب القانع بالله الموقن بالله لا يشغله الدليل على وجود الله بقدر ما يشغله كيف أتقرب إلى الله، طريق مختلف مش كده. وما كلف الله، نسأل الله العافية، وما كلف الله تعالى عباده إلا بالإقبال على مرسوم سيدهم لا غير، لعلمه تعالى بعجز عباده عن الإحاطة به، وما قدر الله حق قدره، إن الله واسع عليم. وقد ذكرنا في مقدمة كتابنا المسمى بكشف الغمة عن جميع الأمة ميزانا للعقائد لم نسبق إليه تقرر جميع عقائد المسلمين، فإن أردت زيادة فراجعها. دي خلاصة ما ذكره الإمام الشعراني عليه رحمة الله تعالى، نافذة مهمة جدا لحضراتكم، وكلكم درستم عقيدة قبل ذلك، نافذة مهمة جدا تعرفكم كيف يفكر طائفة واسعة من المسلمين في أمر العقائد، وتخليكم في الوقت نفسه تضبطوا ميزانكم،
تضبط الميزان لما تتعرف على وجهة نظر المتصوفة في العقائد وتتعرف على وجهة نظر المتكلمين، تعتدل عندك النسب، تعتدل عندك النسب. نسأل الله أن يعدل ميزاننا. لكن هذا الكلام برضو خدوا بالكم لا يقال لمن عنده شبهات، مش كده؟ هذا الكلام لا يقال إلا بعد تقرير قواعد، يعني هذا الكلام يعتبر من دقيق العلم الذي ما كان ينبغي أن يقال لكم إلا بعد ما حضرتكم تدرسوا شوية في العقيدة عشان على الأقل تعرفوا بيتكلم عن إيه. إنك لو ما درستش حاجة خالص هو مش فاهم أصلا إيه الموضوع، موضوع بعيد عنك. فلذلك هذا الكلام يعني ينبغي أن يكون على أرضية معرفة شيء من علم العقائد كما هو عند أهله، وده اللي احنا بنعمله مع حضراتكم ومع غيركم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يعني المحدث زي بالضبط كده صفر، صفر عدم، مش كده؟ بقى واحد خلاص كده، والمليون في نسبة لم يبقى له أثر، ضعيف جدا، نسبة ضعيفة جدا. فإحنا موجودين لكن وجودنا معتمد على وجود الله سبحانه وتعالى، وجودنا ممكن مش من ذواتنا، فإحنا حوادث. فلذلك إحنا وجودنا لا يقارن بوجود الله، الله واجب الوجود، إحنا ممكن، فإحنا أصفار، بقينا يدوب واحد لما خرجنا من العدم إلى الوجود. فكيف يمكن أن يتصور لهذا الواحد، هذا الصفر، أن يتصور المليون؟ ولله المثل الأعلى. هيعرف الله المعنى اسمه الله العظيم العزيز في عزة، لا يدخل عليه إلا بإذنه، لا يقبل عليه إلا بإذنه، مش أي أحد معدي كده يروح يعرف ربنا سبحانه وتعالى، هو العزيز سبحانه وتعالى. والقرآن برضو عزيز، وإنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالعزة تقتضي ماذا؟ إنه هو الذي يطلب من يدخل عليه. فلذلك ألا يعرف الله إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.